عاش عموم العالم سنة صعبة في 2020، لكن في الإمارات تبقى هناك محطات كثيرة بارزة من الإنجاز والامتياز على صعيد الاقتصاد والحياة. نتذكر جانبا منها في ومضات ونتعرف لماذا يمكننا أن نتفائل أكثر في تقرير حمزة دبح. شكل إطلاق مصبار الأمل الإماراتي لحظة بارزة وتاريخية جدا في الإمارات خلال 2020. تبعه موزون صاد كأول قمر اصطناعي للأغراض البيئية بالدولة، ومن فتح إلى آخر دخلت الإمارات عصر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية مع نجاحها في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية. يكون منطقيا بالتالي أن تقفز تلك الفتوحات وغيرها بتنافسية الدولة. تصدرت الإمارات شرق أوسطيا في تقرير التنافسية العالمي مع مرتبة عالمية تاسعة. يؤشر كل ذلك على اقتصاد صلب الأداء وإدارة حيوية، وذلك فعلا ما حدث. نصبت الإمارات حكومة جديدة أكثر رشاقة ونجحت في إدارة أزمة كورونا بأقل ضرر، وتلك شهادة مؤشر القوة الناعمة العالمي. صنف الإمارات في المركز الأول بالشرق الأوسط والرابع عشر عالميا في كفاءة التعامل مع الجائحة. كل شيء يحدث بسبب. حصل الاقتصاد على جرعات تحفيز قوية، بينها دعم المصرف المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم الحكومي عبر الدولة. سبب آخر للتفاؤل، ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي لقرابة 3.3 تريليون درهم مع نهاية الربع الثالث، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة مع 2019. لكن ما زالت للتفاؤل أسباب. اعتمدت الإمارات ميزانية 2021 بإجمالي مصروفات تقديرية تجاوزت 58 مليار درهم، تستهدف رفع مستويات الحياة لكل الناس. أيضا لمصلحة كل الناس تطورت التشريعات والقوانين، أقرت مراسيم جديدة تنص على تكافؤ الفرص والأجور بين النساء والرجال. كذلك أصبح يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب تأسيس الشركات وتملكها وفتح فروع لها دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة أو لوكيل من مواطني الدولة. ثم يمكن أن نتفائل أكثر ببشائر اكتشافات ضخمة في مجالي النفط والغاز، أحدها مكمن جديد للغاز بين سيح السديرة وجبل علي بمخزون يناهز 80 تريليون قدم مكعب، وآخر نفطي في مناطق برية بمقدار حوالي 22 مليار برميل. من أجل كل ذلك وزيادة نتفائل ونتفائل ونتفائل أكثر مع إشراق السنة الجديدة.